طيب ابغى نفس مقدمتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم شونجيكس فونك. دقيقة لا ضحكني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فنك إكس بونك. هذا زيد يغني راب. دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب وقف. في مقطع دقيقة أجهز الكاميرا. في مقطع أنا أسوي السلام عليكم ورحمة الله. هذا حمية تسعة. السلام عليكم مو بنا. طيب اصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فنك إكس بونك. معلم في ضحكتكم يس إكس إس إكس بي. بس هذه غنيتي. بس هذه غنيتي. يلا مو مشكلة دام الكلام. السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. لنا تقريبا كم لنا؟ والله ما أدري. من آخر مقطع نزلناه الفوق الفيصل وأنا قبل 9 شهور. يا الله فيصل شو كنت صغير. شوف أنت. شو قلت لونه؟ والله وجهي سخنطوط بس الحين طلع لي ريق. يلا مو مشكلة. المهم يا جماعة الخير، لأن فترة ما نزلنا مع بعض، أشكركم لدعمكم في المقاطع الأخيرة، أشكرهم. يعطيكم العافية. نبغى نوصل 4 مليون، يا أخي حاول، تعبت وأنا أقول. والله شو نسوي؟ باقي 200 ألف، توقع بس هي بمقطع واحد ما بدي مقطع واحد. ما أدري إيش قاعد يقول أخوي بس أنا موافق، شكرا لكم. التحدي كالآتي، راني موسيقى حماسية يا جماعة الخير. التحدي اللي بيكون كالآتي، بعد آخر 9 شهور ما صورنا أي مقطع في صف القناة، اليوم التحدي أبغى له رجولة وما في محبة خشب ومحنية. اليوم لو فزت علي فيصل ترى ما لي وشو التحدي، والله إن هذه جائزتي. لكن هذا مو بس كيف هو تبوني بس بسوي كذا دقيقة. إيش الكاميرات يلا هناك؟ إيش ذا؟ مفتاح طال هناك. ايش؟ ما قريت شو اكسب؟ انا اشوف ممنوع خلاص. تعرف اللي موجود هنا؟ ايش؟ طيب ركز معي. اذا فزت فيصل اليوم والذي نفسي بيده يا فيصل، انك ستحصل على ما يطيب الخاطر. دولارات هي من جد دولارات. السلام عليكم عزيزي المشاهد، اليوم المقطع مولع بسم الله. طيب يا جماعة حياكم الله، والله يسعدكم مرة أخرى على دعمكم. اليوم عندنا فكرة مقطع طلعت كذا على طول، خلونا نقول لكم شو السالفة. فيصل أخوي والله ما يدري عن شيء، توه جلس قلت له تعال خلى كل شيء قدام الكاميرا. ولكن قبلها يا جماعة أبي أعيد وأكرر، الله يسعدكم آخر مقاطع والله شكرا لكم. فلذلك يا جماعة إذا ودكم تسعدونا زيادة وتسعدونا مسك فيصل فوز حتى متى فوز آخر مرة؟ ما أدري حتى أنا ما أدري. عشان كذا كود الأيتم شوفوه مسكين إس حتى مو طالع والله يعني يطلع. شوفوا السكس بي صح اكيد اليوم انت ممتاز عشان ممنوع السكس بي. الله اكبر زياد هوس ها؟ ايوه اكيد. فلذلك يا جماعة الخير التحدي بيكون 4 ليفلات يا فيصل، بيكون معانا 4 اشياء انت مخير فيهم. الشيء الاول اللي بيكون موجود معانا في المركز الاول اللي هو المبلغ المالي. نعم هذا راح يكون عبارة عن ان على كل ذبحه راح تذبحها راح تاخذ عليها 100 دولار. حلو. لو تذبح 50 تاخذ 50 ورقه. والله العظيم يا فيصل اعطيك على قد الذبحه اللي تذبحها. اوكي هذا المرحله الاولى. المرحله الثانيه تفوز بالجيم. ايوه تاخذ 200 دو قيمته هذا 1300 ريال. ممتاز. اوكي كاب باور مع مسبح هذا عرض. اذا ايش لقمت بدري ارقم يعني ايوه كم هذا كاب. هذا الكاب حق راكان زارب حتى اشوف شعر راسه مودي والمسبح حقت مودي تمام. طب التوب كم؟ التوب كم تسمع الان؟ ولكن استاذ فيصل العزيز مي بدي السهولة الموضوع. إيه حتى الموضوع مو بدي السهولة. نعم أدري إنك شكيت. إيوه. اللي بيكون كالآتي. لا 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 أحمد الله أنا ذي مرة والله قوية مرة ذي والله تعور. راح تجيك اسمعني. والله تعور. راح تجيك 4 أسئلة، إذا عطاك الجهاز 4 إجابات صحيحة راح تأخذ التحدي الأول. لا تكذب. هذا كذاب. ما لي دخل. ما في أي شيء يا حبيبي يعني. 3 إجابات صحيحة. رأيت. 2 3 حجر مقص مره واحده حجره ورقه مقص اجابات ثلاث اجابات ها ايوه طيب الحمد لله شوف بعطيك اسمعني الله يخوف والله يخوف والله طيب اسمعني فيصل لو توترت بيك هربك اوكي خليك طبيعي جاوب بثقه انا ادري اني بعطيك السؤال الان بخليك تتوتر زياده لكن جاوب بثقه تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله ما غير رجل تكفى اي شيء والله يا والله خايف والله حقيقية السؤال الاول هل تحط كودي بفورتنايت اذا تشتري؟ كمل ليش طبيعي ليش طبيعي ايوه حاط اتوتر قاعد ادف من بيبي كلبي يا حبيبي انت والله والله طلعت اوكي السؤال الاول عديته السؤال الثاني هل وانا مسافر
زرفت شيء من أغراضي؟ إيه؟ طيب حط يدك ايش طلع بقلك سؤالين، لو جاوبت السؤال هذا صح راح تلعب التحدي حق هذا، تمام؟ حق الفلوس. فيصل، هل زرفت من ابوي فلوس او مني فلوس في الفترة الأخيرة؟ جاوب. لا صدق صدق فيصل. امي جاي في العراق، اقسم بالله مدع سفر. والله انك صادق، حط يدك هذا بقول لك سؤال خير. طيب فيصل يبغى يدخل حسابه عشان يلعب ماوس كيبورد، يقول يبغى بحسابه وعند اعداداته الخاصه. قلت له ما عندي مشكله. التحدي اللي بيكون كالاتي يا جماعه، على كل ذبحه يذبحها راح يحصل 100 دولار من الفلوس اللي موجوده هنا. وللمعلوميه ترى الفلوس يا جماعه الخير حقيقيه، صارفها من البنك، ابي اسوي فيها شيء وبخليها في التحدي. هذه فلوس قدامكم تقدرون تشوفون. رجعها رجعها عشان التحدي ما يصير. حجر قنقص، حجر قنقص. على كل ذبحة تذبحها راح تاخذ 100 دولار. اذا فزت بالجيم على كل ذبحة تاخذها 100 دولار وفوقها نوتيندو. اذا مت من البداية وما ذبحت احد تحصل معنا على كاب حقرة كان مزروف منه، تمام؟ حلو. فبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل استاذ فيصل، تقدم الان تدخل اول جيم. ركز معي، عندك جيمين. الجيمين هذه اللي بتحدد مصيرك، افضل جيم راح اخذ منه. اوكي فيصل، ادخل تيم شوب، ادخل تيم شوب بسرعه. ورب الكعبة الكود. طيب أسأل المولى، أسأل المولى إن الكود مو موجود. تحدي كالاتي، على كل ذبحة على كل ذبحة تذبحها تاخذ حبة من المسبحة. يلا الدولارات، ترك الدولارات. ترك الدولار، ما انت بماخذها لما تفوز في الجيم. لازم افوز الجيم. وكم دولار في الجيم؟ على الذبحات. اوكي يعني قانون جديد، على كل ذبحة تذبحها ما يحسب الا اذا فزت بالجيم. كذاب. قانوني. لا مو كيف. قناة مين؟ غرفة مين؟ بسرعة فلوس مين؟ مو كيف. العب. غيرت حقي. العب العب وسط الملعب. اوهو العب العب. انت ليزي خلاص. ليزي ليزي. طيب انا صراحه احب ليزي. ليه؟ كويسه هي حقت نزول كويس. اي انصحك في البيت اللي بالنص. لا ما اقول هذا. شوف هذا هذا من رايك هذا ولد؟ لا مو كذا. هذا ام الغبنه. ترى معاك زحمه هنا. يا امك شيل يدك. سبحان الله انضغط في كل مكان. كريت اي بس ترى هنا في يا ام الغبنه خلاص. اتوقع تحت. يا عمك خلاص. اللهم ارزقها بمعرق يا مستجيب الدعاء. اوكي يشق شق يا ربي. انت صح قدام. اوه في واحد قدامك. ان شاء الله يا فيصل اخوي انك تقدر تسوي شيء. يشارك في واحد. انت بفيصل. يا سلام عليك. في واحد فوق. لا ما تقدر. اتوقع في واحد فوق يمكن يشوف. ترى انتبه. يا طلق عليك احد. معليش ان شاء الله تستطيع. ما معك موارد. اسف. بالذات اي والله ما معي موارد. يلا عوض فيصل من ما قصرت. يا اخي اطلع من حياتي. انت اطلع من حياتك. مستفز مريض. ما ادري وين انزل والله. خلينا ساعدني. طيب اذا قدرت تقنعني وتراضيني بالكود ممكن اساعدك. خلاص شباب استرست بي افضل كود. لا ما ابغاك تقعد تهزر. انا اظن راضيني انا. ابغى استكس بي شباب. شوف تعب عليك. قاعد اسلك قاعد اسلك. يا بمر والله زين. طيب لا ما له دخل. قول لي يا احمد. خلاص ان شاء الله. خلاص احمد مسكين. تكفى تكفى احمد تكفى. ليش الكود ما يا اخي والله انت تدري ان هذا اللي يخلي الكود الايتم شوب انه احد اسباب كل حاجه انت لابسها الان والستب هذا؟ لا ما بالصح. إيه؟ انا بكم صحيح. تدري وانا قاعد اكلمك الان ان الباص بيروح عليك وبطيح وما تحط كودي. ابشر ابشر انا احط كودك بس عشان المسامح كريم. وانا والله نفسيتي طيبه والمشاهدين ادري ان بعضهم يقولون ساعده. اتفق معك انك ما تستاهل. يلا وين نروح؟ زريتيل. زريتيل بعد ما حددت انا حبيبي. والله شكرا مساعدة. شيل 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 تحتك. شوف شوف قايل لك ان انا والله ما اصبر نسيت. يلا سمشين. هذا قدامك بوت. شوفه قاعد اضبط قاعد اضبط قاعد اقول خذ فلوس. مع انك ما تستاهل.
جحتني بسرعه. طيب في لاما قدامك، قول لنا تدري عنها. كذاب. امزح، شفت انك خطفت قدامك. فراق الاول ثاني ممتاز. يلا بوش عليه سريع، راح يصاب. هذا هو بوت ايزي. الله وناسه. ركز. والثاني بنجر. اوه حلو. بنت الزومبي بابت يا مهمة. جبنا المحظوظ. خايف انا مرة. المية الثانية. ترى تحصل بلابسي كلها بتروح اذا خسرت. كذاب والله، لا تروح كلها. الان روح جهة ريتيل الزون وروح اسد سمك سريع، ما في شيء فوق. تبغى تزبل؟ لا هذا اللي انصحك فيه. لا اخوك قاعد ينصحك والله. تبغى تطلع بكل زيادة؟ براحتك. انا قدامك شوفها. ما ضمنت. حلو حلو حلو. 25 انت تقدم علي. اعطى فراقات. واحد ثاني، واحد ثالث. يا سلام. بوش عليه سريع، بوش عليه سريع. بنايه معك موارد كثيره. 90 هذه مو 90. سكر فمك. يا سلام يا فيصل ما شاء الله. اوه لعيب. شقك شكله حلوه. بوش عليه. جي تهيب. معك بونصر. كيف حطة مارك فارك. مورد تسعين ملي. الله يوفقك يا بوكي. ما انك ما تستاهل، ما تحط كوني. والله اني غبنت. عزيزي المشاهد، دبير نفك. وش عندك نفك؟ دبير نفك. وش عندك؟ اسمع. وش عندك طيب؟ ما اسمع، خليني افكر. يلا. خليني افكر. بسوي تسويق لكودك ابن كلب. تسويق. تحطون ماركات عالمية. خالد سعد. محمد. خالد! وسعد! ومحمد! نسيت اسمي! دقيقة. لا اسمع خليني اسمع على بعدين. الان لا ما ابغى دبل. ها اذا ما جبت الجيم اللي قبل شوي، ركز معاي. ترى الجيم اللي بتلعبه بعد شوي اذا مو بفوز ما راح تاخذ ولا شيء. ايوه. اذا فزت فيه اذا خسرت فيه. ايوه. تسويق الكود عظمتي عظمتي. بتسوق زين. ايوه بسوق زين. قاعد يوقف. يلا وري شطك الاولى فوقي. اخر فرصه تذكر. اكيد معك شبيه. نطلع شقه مع سلاح. ها طب عليه. خليك معك سمك. رجع معك سمك. لا تهايد. طب عليه قاعد يهيب. طب عليه يا سرا. ايوه عكس القحطاني. ايوه طبعا. المئه الاولى بسم الله. ركز ترى لازم تفوز والله. فرصتك الأخيرة. أشوف التسويق بعدها. روح للسوق. ايش بعد؟ فوق في البيت. البيت فوق. كذا. لا توقف. يا محبوب عظيم. 200 نفس 200 كرجع لك هذا. 100 أنت اللي قديم. راح. بطل سريع. كيف أدري؟ هيدا عندك. هينزل. هنا مية أنا. هذا اللي هذا اللي اوه 300. البحث الثاني سريع. 300 وين؟ ترى بوت. اوه البوتات. بوتات المحبوب. حرام تخلص القوة على بوتات. حرام. كذب الجامعة. تبني على ذا كله ليش؟ ما خايف ما بيدمك. 400 وين توتر؟ 400 لا خلاص حطه هنا. دامك مع انه معني. ايه شافك. تاكد. يب شافك. كيف بدي؟ لا هد بقي. بيجي عليه. اسمع. ما في يسمع. لا ندمت صح؟ اي غبي مره. انا موردك زفت. يا فيصل ان المارده ستخلص. القرد الكريمي وما فيش فلوس
لا 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 تشوف القرد الكريمي القرد الكريمي القرد الكريمي القرد الكريمي احسبني ما اعرف حقة الزبنات الان الان بس خليني افكر بسكتش الان اسوي حركات بركات نهاية المقطع عندك انت ليه ليه مو بنا انت انا بسوي سكتش جاي السلام عليكم بهني كيف طيب دقيقة الفقرة 27 من أخبار نيوز X6B القناة الرياضية X6B خبر عن فتى صغير يبلغ من عمر 14 توفي بسبب عشان ما حط كود X6B بعد الشوب لازم إنك تحط كود X6B عشان إيه آخر مرة يعني أحد ما كملت والله خربت عليك والله خربت يكون العافية مع التحديات ما حط الكود هذا ياخذ ليش السواحات نسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز X6B افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بي طريقي ما اشوف صفحة نهاية